تامر، دفاع المدني الفلسطيني عين حلوه، شو عم تعملوا هون؟ عم نآزر الافواج الدفاع المدني، الدفاع المدني اللبناني، افواج الاطفاء وافواج البلديات والجمعيات اللبنانيه باطفاء حريق الضمور والمشرف والشوف. وفي تقريبا في ثلاث فرق هلا موجودين هون من الدفاع المدني الفلسطيني، افواج عين الحلوه وبرج البراجنه وشتيله وبرج الشمالي ونهر البارد، جاهزين وعلى استعداد لأن يكون عم بيشاركوا بالمهمه كمان. والحمد لله تقريبا تمت السيطره في منشا هون في فيلا او مصنع، ما بعرف بالضبط شو هو، طلطوا النيران ومن لحظه وصولنا عم نتعامل معه تقريبا سيطرنا عليه بفضل الله. سيطرنا عليه. في عندكم اصابات؟ اصابات بمعنى اصابات زي ما نحن نحكي، لا في عندنا جرح، إصابة بسيطة بمتطور أبو علي وهي الشباب عم بيشتغلوا فيه ليرجع يباشر عمله. والله يرجع على العمل. باسم قائد مخيم، قائد فوج مخيم برج البراجنة. نحن من الساعة 12 بالليل موجودين على الأرض، بلشنا بالدبية، إجانا خبر من شخص نعرفه عايش بالدبية، قلنا إنه في حريق كبير، فجهزنا حالنا وطلعنا ورجعنا، خلينا شيء 5 من فوق، رجعنا نزلنا على المشرف، وهلا نحن موجودين هون لحتى نكون عم نساعد الأفواج بتطفئة الحريق، والأمور ماشية والحمد لله عم تتم السيطرة على الحريق. الحمد لله، الله يقويك، الله يعطيك ألف عافية. حسين دمسي، شو اخبارك؟ قائد الدفاع المدني الفلسطيني بلبنان، تفضل، شو عم تعمل هون؟ والله نحن اليوم عم نساهم مع اخوتنا اللبنانيه باطفاء بعمليات الاطفاء من امبارح الساعه 12 بالليل، وكان في اول تدخل موجود لشباب برج البراجني، وبعد هيك التحق فريق شتيله وفريق عين الحلوه، ومبدئيا في عندنا الافواج الباقيه هي على جهوزيه، مثل برج الشمال كان عم يتواصل معنا ليكون عم يجهزوا الياتهم بما فيه موضوع سيارات الاسعاف. ونحن من هذا الموقع بنحب ناكد ان الدفاع المدني اليوم ولا مره كان بيربط حدود مع اي شيء بالدنيا. اليوم احنا شغلنا داخل المخيمات وخارج المخيمات ومكملين بهذا النفس. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، الله يعافيك.